ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين. لك الله عهدا طوته السنين، فهل يا ترى تستعاد العهود؟ وهل يا ترى قد رعيت الوداد، أم الود جف بقلب الودود؟ فصار كعهد عفته الرياح، وأمسى كلحن يتيه ببيد. وهل بعثرته أكف السنين، وكان بحلمي رهين الخلود؟ أما من رجوع لذاك الزمان الذي كان في خاطرين نشيد، وكان قصيدا يغنيه قلبي، أمن بعد عهدك يحلو القصيد؟ ورحنا لذاك الزمان البعيد، عساه إذا ما رجونا يعود. نحاول أن نستعيد الوصال على لحن ناي وأنغام عود، وزهو وجود عرفناه قدما، وما كان أجمل ذاك الوجود. لقد كان روضا نظيرا وبدرا، منيرا وشعرا وسحرا وعيد. وليلا وصيفا وفجرا بهيا، ودفئا شهيا وعمرا سعيد. له الله حبا تملك قلبي، وهذه حنايا ضلوع شهود. ستبقين أنت حبيبة عمري، وأبقى المحب الوفي العميد. فعمري منك التفاتة ظبي، ورفة ثغر، وومضة جيد، ونظرة شوق تلف كياني، وتملأ نفسي بأشهى الوعود. هواك بقلبي يواكب عمري، ويجعل مني مشوقا فريد. وفي كل يوم يزيد اتقادا، فحب قديم وحب جديد. أما من رجوع لذاك الزمان، وهل يا ترى تستعاد العهود؟ ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين.